السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا متابعي قناة الزرافة وكلاسترا. في دقيقة واحدة بس، أسهل طريقة لإكسار نبات الفل. طبعا نبات الفل صاحبة الرائحة الجميلة، تمام؟ عايزين نكسرها في البيت. طبعا نبتة الفل ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، يا رب تكونوا شايفينها أهي، تمام، ممتدة عندنا وشغالة ما شاء الله. تمام، أول حاجة هي بتتكسر عن طريق العقلة الطرفية والعقلة الوسطية. طبعا العقلة الطرفية ان احنا ناخد اول حاجة هنروح ناخد ساق 5 سنتي، ساق 5 سنتي، وهنخلع اي حاجة في الساق ونسيب اول ورقتين فوق. طبعا انا بروح اخد اي قمة نامية، هنا انا مجهز التربة بتاعتي وهي تربة رملية طينية، ولكن اكتر حاجة استخدمها هي الرمل، فيها نسبة الرمل لازم تبقى عالية عشان خاطر يكون دي الصرف. طبعا يا جماعة الساعة دلوقتي 6، يعني انا طالع من وانا بصور كده كانت الساعة 5:30، 6، نسمي الله كده. اقول لكم ليه بقى احنا بنعمل كذا عود. طبعا احنا مش عايزين نعمل 500 عود، لا، هو عايزين لو عقلة واحدة نجحت فده ضمان لينا او ضمان للشتلة حتى اللي عندنا، ان الشتله اللي عندنا ما ماتتش. دي نبتة فل، نبتة الفل دي الامانه كانت تجدير مائي، تمام. طبعا انا ممكن اقصها واخد منها الاطراف دي بحيث ان هي تكبر عادي، بس انا مش عايز اعمل كده. هنا اهو ده تجدير مائي، ده متجدر بقاله 4 ايام، تمام، في عمر هتلاقيه بعد كام، يعني من 21 يوم ل 30 يوم هتلاقيه بدأ يجدر، هننقله وهنعمل فيديو ليه. زائد ما احنا عاملين تجدير الارضي، الاعواد اهي في قلب الكوبايات اهو. طبعا كل اللي احنا بنعمله ده هو ضمان لعملية ايه، نجاح الشتلات. اي شتلة فيهم هتنجح هيبقى نجاح لينا احنا، صح؟ صح. ده كان الفيديو باختصار. طبعا اهم حاجة لازم نعملها وضعها في مكان يشوف الشمس، يشوف الشمس، تمام. وبعد 21 يوم ان شاء الله بمشيئة الله تعالى احنا هنحتفظ برطوبتها كده، تمام، مش هنضيف ليها اي مية، تمام. بعد 21 يوم هنلاقيها ان شاء الله جدرت. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.